السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلعب مود جديد اسمه سايبون. هذا المود وين ما في ولا اشياء هذا يهيلوك، يعني ما موجود في هذا المود بالجوميكيت ولا شيء. طريقة واحدة اللي عشان تهيل هو تقتل الناس. وبعد نزل ويك 3 اسمه سيرجس كذا. اليوم نلعب ونسوي هذا الدور. اوكي يلا خليني لك. وبعد نزل هذا الجديد جيسي جاين كاندي كين. اوكي خلينا نلعب. وبعد صح في شيء مؤسف جدا، لاني كنت قاعد اصور فيديو وبعدين فزنا انا اصدقائي شيت وعاد، لكن نسيت اصور قصدي في شيء يعني بالغلط حذفت الفيديو. والحين بقدر انشر اعرف ليش صار كذي، ما اعرف ليش. دير لوز جاين بلس خلينا نلعب. لا 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 لا. فطبعا اول تشالنج يقول انزل على الاونلي، ننزل على الاونلي. وبعد ما حد ينسى ان ذا بلوك موجود في شيء يعني هذا خلاص عاد جاي. شوف خلاص اوكي الحين خلينا نروح لون للون. نزل يعني انزل الحين. لا انزل البيت. اوكي خلصت التشالنج. افتح فاقولكم الحين غيرت شيء. كل يوم انزل واحد مقطع، يعني اليوم بنزل واحد مقطع، لا اليوم بس انزل اثنين مقطع بعدين خلاص، بعدين بكره خلاص يكون كله واحد مقطع واحد واحد واحد. يعني ارجوكم اعطوني اشتراك لاني ما عندي وقت، عندي بس واحد. اعطوني اشتراك شكرا. سوى مشي في واحد جاي. لا بموت. بمشي قتلته. اعطوني التشالنج والشيل تغير. ايوه خلوني اخذ هذا.
اوكي انا ماما احمر خلينا فريق كو خلينا نمشي نرس بس يعني شرت بس اخذ ما بشغل شيء خلينا اخذ لا 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 خلينا نروح هناك رايح لنا راح عند الحبل ولا التماط غيره يلا رايد الجاي فلاي شربوا ما يكيب وش هالطبي انا ليش طلعتهم طلعهم يا ربي شفت كيف قهم لا 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 ايوه خلصت التشالنجين في واحد كم خلينا نسوي هذا بسوي التشالنج الثالث اللي يقول هذا بتعرفه اوكي صحيح وقال ثاني ماتش يا ربي هذا الشخص لا 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 مستحيل اثنين يصب علي شكلهم سوي ذاك الجلتش اوكي قتلوا اوكي راح هذا الشخص لا 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 اتفقنا يا ولد ايوه قتلنا الشخص ايوه خفيف ايوه قتلته 4 كيلات لحتى خليها خوزة البالونة كيف طلع هذا شل هذا كيف هذا اقولكم خوزة ذاك الموت اللي ايوه ذاك الموت نسيت ايوه ذاك اللي يقول اغراض اللي يخوزوا يجيبوا يعني خوزوا الحين قبل هذا الموت كيف قوي صارت فيا واقت الموت فنان واقت خليني ادور واحد كسر راسه حيح. ولا كل اليوم بس في فيديو واحد وبكره واحد فيديو كل يوم واحد فيديو احسن كذا ما اعرف ايوه بس اليوم بس 2 فيديو وبعدين خلاص وين ولد الشخص وين هذا الشخص ابغى اعرف وين هنا اسمع صوت هني اوكي هني لا وينه اوكي نسيتها في غرفه وينه سمعت صوت وين اختفوا يا ربي شفتهم قصدي سمعت صوت الحرب شتكن يوم جيت توقف الحرب شتكن والحين ما اشوف ولا حد
تنفع فاضي. بس على طول فلش جيب اللوت ونفيد الولد. ايوه جست لا نمشي هنا في طائرة تضرب واخذة اوكا. اعتقد في طائرة تيلي من المتحف انت اكتب ايوه ايوه هو نفس الطاقة. ها هاي اوكي الحين دور اشخاص ما اشوف ولا واحد لحتى. وش سمعت الصوت؟ الله واحد يدلع بعدين يقرب انكسر. انا عارفه بيطلع ها فجرت طائرته لكن هو اختفى. او حصلته خلينا نتهم. لا وات هذا تو دوا. لا هذا سولو. وين ذاك الشخص اختفى؟ هذا الشخص الحين اختفى. يا ربي لا 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 في واحد ثاني مروي انا. وبزين كي طلع شفته. انا شفته وين رايح؟ ايش رايح كل مكان. قتلته. هذا الموت وقت سهل علي ما اعرف ليش قتل كل حد بسهولة. كل شيء روج هذا هنا كل شيء هذا كيف هذا. خلينا نمشي نروح نروح. لا ما حد يقتلني في هذا الموت. خلينا نمشي تمام. لا موت عادي يعني. الحين بخلص الفيديو. لا تنسوا تعطوني لايك سبسكرايب ارجوكم اعطوني اشتراك اكثر شيء هذا اللي مهم ارجوكم. يلا مع السلامه.